فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا خير الإنسان في الأضحية بين أن يذبح سبع بدنه في بلده أو أن يذبح شاة خارج بلده، فأيهما يختار؟ لا شك أن ذبح الشاة في الأضحية أفضل من سبع بدنه في أي مكان. ذبح الشاة في أي مكان أضحية أفضل من الاشتراك في سبع بدنه. نعم.